لمزيد من الاستقراء بينضم إلينا من بيروت سيادة العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد دائما ما أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلا. يعني اغتيالات هنا واغتيالات هناك، ولكن أريد أن أستفهم منك، يعني فؤاد شكر هو تم اغتياله على خلفية ما حدث في مجد الشمس أو في الجولان، هل بتعتقد بأن إسرائيل ستتعمق في قائمة الاغتيالات أكثر في حزب الله الفترة القادمة بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ طبعا هي استراتيجية للجيش الإسرائيلي، أعلنها وزير الدفاع أن يدنا ستطال أي قائد من يقاتل إسرائيل أينما كان. وبالتالي هليفي رئيس الأركان قالها بأن استراتيجية الجيش الإسرائيلي هي تجديف منابع ومصادر حزب الله البشرية والمادية واللوجستية، لذلك هذه سياسة واضحة. وقد أكد المؤكد، يعني اليوم الإسرائيلي لديه فعلا فرق للاغتيالات، لديه فرق 8200، يعني فرقة كاملة للاستخبار والاستعلام والأمن السيبراني، لديه يعني بلد عاش على هذه الطريقة، وهو يعني كثير أنه يبيع شعبه أنه قتل قادة. ولكن الحرب الحالية ليست حرب قيادات وليست حرب طبيعية، حربة كلاسيكية كما يجري بين أوكرانيا مثلا وروسيا. ليس هناك خطوط دفاعية أو فكرة مناورة أو هجوم. هؤلاء اليوم المقاومة أثبتت خلال 10 أشهر أنها تستطيع الوصول لأي مكان في إسرائيل، ولكنها أحجمت من الوصول. يعني من الفيديو الهدهد كانت رسالة قوية لإسرائيل، يعني حيفا أيلات بتل أبيب، هي رسالة قوية كانت أنها يعني كما يقول المحللون أو الخبراء العسكريين وأنت منهم بأن تصوير ذلك أصعب من استهدافه. ولكن أنا يعني طول الحلقات السابقة في منتصف النهار معك سيادة العميد كنا دائما ما نسأل السؤال التقليدي، هل ستتجه الحرب ما بين لبنان وإسرائيل إلى حرب شاملة وواسعة النطاق؟ الآن تغيرت معطيات المعادلة بعد مقتل بعد اغتيال هنية. ذات السؤال ما بعد هذا الاغتيال لابد أن تكون الإجابة مختلفة، ما الإجابة التي ستدلي بها؟ نعم، يعني سؤال وجيه واستنتاج جيد جدا. بالتالي اليوم المكان الذي اغتيل فيه طهران والمناسبة التي اغتيل فيها مناسبة يجب أن يكون الأمن على أشده، يعني تدابير الأمن على أشدها في يوم تنصيب رئيس لإيران، والمكان الذي يعني أحدى الأبنية التابعة للمحاربين القدامى للحرس الثوري أن يغتال في هذه المناسبة وفي هذا المكان، طبعا هذا يلزم طهران بالرد. ولكن السؤال صحيح، كيف سيرد حزب الله أو إيران؟ اليوم إيران إذا ما استهدفت، عندما استهدفت في قنصليتها في سوريا رد، واليوم عندما يعتبر الخامنئي أن هذا الموضوع لن يمر من دون رد، طبعا هناك رد. وحزب الله كذلك عندما اغتيل الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية في بيروت لم يكن قال سنرد ولم يرد حينها إلا بعد أسبوع أو 10 أيام، وكان يعتمد في رده، عندما سألنا لماذا لم يكن هناك الرد الناس تساءلت، قال أن فليعش الإسرائيلي على أعصابه لفترة طويلة وينهك. هذا ما تسميه إيران وحزب الله الصبر الاستراتيجي، يعني على العدو أن يعاني من عدم الرد المباشر. لذلك أعتقد أن الرد، طالما أن إسرائيل دخلت في العمق باتجاه الضاحية ودخلت بيئة الضاحية الجنوبية وقتلت قائد ومدنيون معه، لذلك ستنتظر ردا من حزب الله في المدى وكذلك لمدنيين. نعم. يعني قالها أمين عام حزب الله، المدني بالمدني. صحيح. والمكان بالمكان والمدى بالمدى، يعني هذا سيكون. ولكن هل هو قريب الآن؟ ليس قريبا. أعتقد أن هذا المحور يقود استراتيجية الصبر الاستراتيجي حتى يرهق عدوه
بهذه الطريقة. نعم دخلنا مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة هي في المدى وفي المكان وفي نوع الأسلحة، هي مرحلة أطول، ولكن هل ستصل إلى حرب إقليمية أو كبيرة؟ لا أعتقد، لأن الموضوع ليس بيد إسرائيل وليس بيد حزب الله، الموضوع بيد الولايات المتحدة، هي الداعم الرئيسي لإسرائيل بالأسلحة وبالدبلوماسية وبالسياسة، وأعتقد أن لا أحد يستطيع استدراج الولايات المتحدة لخوض معركة في هذا الاتجاه. نعم. مهما قالت أننا ندافع صحيح. هي منذ بداية منذ 7 أكتوبر وهي الكرة في ملعب الولايات المتحدة والبيت الأبيض. أشكرك سيادة العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت.